فيديو هعرضه دلوقتي حقيقة هو من داخل رئاسة الأركان القوات الجوية، وسبق وقلنا لحضراتكم أنه لما بيتكلموا على علم الاجتماع العسكري للأستاذ أحمد رضوان بيقول أن أعلى كفاءة وثقافة في الجيش هو سلاحين، سلاح البحرية، سلاح الجوي وسلاح البحري. دول ما بيعملوش بانقلابات أصلاً، ودول كفاءتهم في الجيوش أعلى لأنه بيتعاملوا مع التكنولوجيا. أما المشابهة والجوي أنت عارفه ده بقى إيدك منه والأرض، ده اللي منه السيسي. يعني حتى السادات كان سلاح الإشارة، اللي أنا متأكد منه أن السادات كان سلاح الإشارة. إنما سلاح المشاة دول مش احتقار، والله الراجل بيقول كده في الكتاب بتاع علم النفس، علم الاجتماع العسكري. احنا من داخل جات لنا فيديو ما نعرفش حقيقته بالمناسبة خالص، من داخل رئاسة القوات الجوية. والقوات الجوية في مصر دي كان ليها قادة عظماء، يعني الحقيقة، يعني حقيقة انا اعرض لكم الفيديو دلوقتي، ولكن اخلي مسؤوليتي الشخصية والبرنامج عنه. هو وصلنا وهنعرضه زي ما وصلنا، ومن جوه رئاسة الاركان بتاعة القوات الجوية اطمن انت مش لوحدك. نشوف الفيديو كده. الخنزير اهو، الخنزير من داخل القوات الجوية بنقول لك اطمن انت مش لوحدك. من فضلك يا استاذ معتز ما تقولش للناس ان ده شغل مخابرات، عشان مش كل الناس خونة، فيه أشرفاء كتير. أنا بقول للشعب المصري من داخل القوات الجوية اطمن أنت مش لوحدك. اطمن انت مش لوحدك، يوجد شرفاء كثير في الجيش والشرطة. من داخل رئاسة الأركان القوات الجوية اطمن انت مش لوحدك. عرضنا الفيديو وزي ما هو قدام حضراتكم، ده ممر مفترض انه داخل رئاسة اركان القوات الجوية، والراجل ماشي داخل ممر، على الشمال وعلى اليمين صورة من تولوا قيادة السلاح الجو وقيادة الاركان، وماشي زي الحلاوة، زي السكينة في الجاتو. يعني معقولة؟ انا بقول لك بس عشان ما تقولش بص بقى والحاجات، انا بقول لك اهو، يعني معقوله من داخل القوات الجويه؟ اقف هنا كده يا لا لا لا، الفيديو الاولاني يا علي يا علي يا علي، اللي هو ده شفيق، ده الفريق شفيق، اول واحد عدى. سيبك من الخنزير ده، لا مش ده، لا لما دخل الممر الراجل، ايوه خش بقى الممر، لما تيجي الحيطه الزرقاء، أول ما تيجي الحيطة الزرقاء في صورة كده على حيطة زرقاء، أول ضابط أو قائد على الحيطة الزرقاء. هل ده الفريق شفيق؟ كمل يا علي، كمل عادي كأنك ما سمعتنيش. الحيطة الزرقاء هناك اهي، هيخش يمين هو في الآخر. يعني أول ما يجي الحيطة الزرقاء، يعني بص علي امشي بالحساسة، بالحساسة يا علي، بالحساسة. ايوه ايوه، حتة بشلن بقرشين بخمسة. لا مش الراجل ده، مش ده مش ده مش ده مش ده، في واحد شبه الفريق شفيق بالظبط. طب كمل كمل يعني كمل، انا لمحته بس جايز انا غلطان. يعني في حتة، في واحد كده تقريبا في اللي جاي دي، ايوه هو اللي جاي ده. اللي جاي ده كده، كمل كمل
لا هو شبهه يمكن. هو عيب عليك عيب عليك، ده انا لقطته يعني بص وهو بيعمل سكرو ومدخل الجون. اذا ده الفيديو. هل دي قيادة القوات رئاسة الاركان القوات الجوية؟ والله لا اظن لا اظن لا اعتقد لا اتصور ان دي على راي الليمبي ده ناقصهم عسكري اتنين عساكر يعلنوا الحرب. لا اعتقد ان في مكان في مصر في كل بالظباط كم الظباط دول يعني اهو قياده قوات الاركان او قاده الاركان قاده السلاح يعني. لا اتصور ان في مكان في مصر حتى لو هو بس المبنى مكتوب عليه قياده الاركان اهو. فالصورة وصلت لنا كده وهو بيقول الخنزير. معلش علي بقى بعد ما نخلص